طيب ده الفار وده التحكيم وده النادي الاهلي في الموسم بيخسر اول نقطتين وفي اخطاء تحكيميه، ومع ذلك البعض بيردد فكره ان النادي الاهلي او لون تيشيرت النادي الاهلي بيخوف الحكام. الكابتن مدحت شلبي عاد بنبارك له على العوده، وبقاله فتره من بدايه العوده وهو دايما النادي الاهلي عنده جمله من الاعراب، واحنا بنقول نعدي مش وقته ما يقصدش، لكن الموضوع بيزيد ودايما في تلميحات للنادي الاهلي. فجينا في موضوع الفار فلقينا الكابتن مدحت في مباراه النادي الاهلي مش طرف فيها اقحم اسم النادي الاهلي في الموضوع وقال اصل لو التيشيرت احمر كان الموضوع يختلف، انا ماليش علاقه بالتيشيرت الابيض وكلامك عن التيشيرت الابيض، هم يدافعوا عن النقطه دي، انا هنا منوط بيا الدفاع عن التيشيرت الاحمر وعن النادي الاهلي. نسمع كابتن مدحت شلبي ونرجع نعقب. ربما والكلام ده مش موجه ليك، ده موجه للحكام. ربما لو كنت لابس التيشيرت الاحمر ما كنتش اخدت الانذار ده. وربما لو كنت لابس تيشيرت ابيض ما كنتش اخدت الانذار التاني ده. لكن الكلام ده مش موجه لرمضان ولكن موجه لاصدقائنا الحكام، وهنتابع الكلام ده كله. لابد، انا هنا ما بظلمش الحكم انه اخطا او لا اطلاقا، لكن انا عايز اقول احساسي كده، ممكن ابقى صح او غلط، ان على فكره الحكم قال ان رمضان اتكلم معاه بمنتهى التهذيب وما طلعش اي لفظ من اطلاقا، ما قالش اي حاجه اطلاقا، ولكن هو علشان مش لابس تيشيرت احمر او تيشيرت ابيض مش هتعدي، مش هتعدي. انت قلت احساسك يا كابتن مدحت وقلت احساسي ربما يكون صح وربما يكون غلط. سهل جدا نقول لك احساسك غلط ونقفل على كده، لكن احنا هنا ما بنعملش كده، احنا هنا بنؤكد ليك قبل المشاهد ان احساسك غلط. ليه احساسك غلط؟ لان مواقف زي دي حصلت مع النادي الاهلي ومع لاعيب النادي الاهلي ومع كباتن النادي الاهلي، حتى مهما كانت تصرفات احدهم في فترته المؤخره، ولكن في النهايه كان مرتاد تيشيرت النادي الاهلي طبعا. وعمل وقعه في مباراه الانتاج، سلم على الحكم بطريقه ما عجبتش الحكم. ممكن نستعرض اللقطه، ادي حسام عاشور كابتن النادي الاهلي السابق مع الكابتن محمود عاشور اللي دائما اسدا على النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي وجهازه الفني. السلام ده انا مش بدافع عنه، مرفوض، بس التيشيرت حماه بالظبط، ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا مش بدافع عن السلام، لكن في النهايه حصل ايه؟ على طول خد الكارت الاحمر. ده مش كده وبس، ده كمان اتكتب في تقرير حكم المباراه اللي خلى حسام عاشور يتوقف 4 مباريات. انا ما عنديش مشكله اطلاقا في تطبيق اللوائح على الكل، لكن انا هنا بوضح للكابتن مدحت، يا كابتن مدحت احساسك غلط. مش بس الاحساس ده غلط، ده كمان في موقف تاني قبل ما ننتقل، لان هو عمل حاجه ممنهجه. لقطه كابتن حسام غالي برضو اعتراض انذار في طرد بدون تفكير، وبرضو بغض النظر عن التصرف نفسه احنا هنا مش جايبين ده بنقيم، اكيد السلوك المرفوض محدش هيبرره، يعني عمرنا ما عملنا هنا كده، ولكن الفانيلا ما ادتش اللاعب حصانه. بالعكس بقى، ده انا عايز اقول حاجه اكتر، احيانا يا اسامه نتيجه ان انت بتكون لاعب بتمثل النادي الاهلي والحكم عايز يحس بفكرة شعور ان انا بدي بطاقة للاعب النادي الاهلي ان مفيش حد كبير عليا، ان انا مفيش حد يقدر يعترض وما ادوش قرار. لا، ده حصل كتير، وتحديدا كابتن جهاد جريشة كلنا بنلاحظ دايما في ادارته المباريات يا اسامه الحته دي، انه بيكون عنده جزء من الانا، ان لا انا مفيش حد كذا او مفيش حد قرار بيعدي. ابراهيم نور الدين ومحمود عاشور بالظبط، يعني بالعكس انت احيانا بتدفع الثمن السلبي. ولكن انا بروح لحته تانية بقى، هو كابتن مدحت زي ما اسامه قال رجع بعد فتره بيبدا انا عايز اسمع واحده هنا واحده هنا واحده هنا، ولكن دي مش مشكلتنا، براحتك. انما فيما يخص النادي الاهلي، ايه بقى الممنهج اللي عمله كابتن مدحت؟ بدا يضغط، وجه رساله للحكام ان حاجات بتحصل بس مع النادي الاهلي ما بتحصلش ومع نادي الزمالك ما بتحصلش، وان رمضان كذا. هنا بيعمل ايه؟ بيحرر الضغوط على لاعبي بيراميدز وبيضغط على الحكام ان انتم في توجه ضد لاعبي بيراميدز، ده رقم واحد. رقم اتنين، بيخلي الحكم جوه الملعب ينزل بقناعات بالظبط. هنا حتى فيما يخص بيراميدز بينزل الحكم بقناعات ان لا انا مش جاي على بيراميدز. فنشوف النتيجه زي ما حصل في مباراه بيراميدز في الهدف اللي سجله بيراميدز الهدف الثالث، هل كان هدف صحيح
ولا لا، ونقاط هل كانت مستحقة ولا لا، نطلع ونشوف اللعب. هدف الثالث أي. لصالح فريق بيراميدز. أي. الكرة دي أما نيجي نشوفها هتلاقي جاي من الكورنر، بس أما نيجي نشوف الكورنر من الأول هتلاقي لعيب بيراميدز مع لعيب الإنتاج الحربي، هما الاثنين متلافتين على الكرة، ونوقف الصورة هتلاقي إن الكرة جت في إيد مهاجم بيراميدز قبل الكرة ما تطلع ركلة ركنية، وبالتالي لازم هنا يبقى في خطأ على لعيب بيراميدز إن الكرة جت في إيده ويتحسب ركلة حرة مباشرة على بيراميدز. وحتى فكرة إن الحكم مش شايفه غريبة، واللقطة فيها إهمال واضح وفيها تعمد واضح وفيها الوضع التشريحي للإيد واضح، كل ده والحكم تجاهله. هل ده فانيلا معينة يا كابتن مدحت الناس بتتعامل معاها بشكل معين؟ أعتقد الجيم اتلعب بذكاء يا أحمد، وإحنا قد فرس، وإحنا قد وإحنا راصدين وما وراء الكلام، وجماهير النادي الأهلي فاهمة كويس جدا والله يا أسامة، وهم يعني قادرة وخلاص كل الاتجاهات بقت واضحة للجميع. والحقيقة مش بس الهدف ده اللي كان فيه مشكلة، بس إحنا عايزين نوضح عشان ما ياخدش البعض كلامنا لسكة مختلفة. إحنا هنا مش هنتكلم عن بار، لأن البار لا يتدخل في الحالات اللي زي دي. فعشان بس نأكد على الناس، احنا مش بنتكلم هنا بار، بنتكلم في حكم الساحه، لان حكم الساحه حتى في الجول الثاني اللي احرزه لاعب بيراميدز رمضان كان في اصلا خطا تحكيمي، والمفروض الفار استدعاه انه يدي كارت اصفر او يدي كارت احمر. بعض الخبراء التحكيميين قالوا ان المفترض ان الكره دي ترجع طالما في حصل خطا تتحسب فاول، لكن اللي حصل ان هي ما اتحسبتش فاول واتلعبت اوت، والرميه التماس جاء منها هدف الثاني. فهنا عندنا في اول مباراه نادي الاهلي خسر نقطتين بالتحكيم، نادي بيراميدز فاز بنقاط المباراه بالتحكيم. عندنا انديه اخرى وعندنا اخطاء تحكيميه اخرى، ولكن معنا